السلام عليكم، أهلا وسهلا بالجميع إلى حلقة جديدة. اليوم راح أعطيكم وصفة تساعد في تكثيف الحواجب بأسرع وقت، خاصة للبنات اللي يروح الصوالين ويستخدمون مواد كيميائية أدت إلى تلف أو فقدان شعر الحواجب. اليوم راح نعيدها وترسمونها بالطريقة اللي تحبون، وبمواد متوفرة في الصيدلية بتناول الجميع، وسعرها زهيد جدا مقارنة بالمواد التجميل الأخرى. كل هذا إن شاء الله خلال هذه الحلقة، فيا ريت تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة إذا كنتم جدد. المواد المستخدمة في هذه الوصفة سهلة وبسيطة متوفرة بمتناول الجميع، سواء في الصيدليات أو محلات العناية. راح تأخذون بخاخ مينوكسيديل بالإضافة لعلبة فازلين صغيرة بالإضافة لأعواد قطنية. والطريقة كالتالي: أولا تعملوا مساج للأماكن حواجب حيث يتدفق الدم إلى المكان ويمتص المواد الفعالة، أو بالدرما رولر إذا موجود عندكم في البيت يكون أفضل. ثانيا تأخذون كمية بسيطة من الفازلين تدهنون بها حواف الحواجب بحيث ما يوصل المينوكسيديل إلى أماكن غير مرغوبة، تعمل طبقة حماية. رقم ثلاثة تأخذون الأعواد القطنية وتغمسونها داخل المينوكسيديل وترسمون الحواجب بالطريقة اللي تحبونها. حاولوا، مهم جدا، ما توصل مادة المينوكسيديل إلى خارج حدود الحواجب حتى ما تظهر الشعر في أماكن غير مرغوبة. تكررون هذه العملية في الصباح وفي المساء وتستمرون فيها، راح تلاحظون فرق بحيث أن الشعر تطول، كثافة الشعر تزداد، سماكة الشعر تكون أكثر سماكة. استمروا في الاستخدام أقل شيء 3 أشهر وبعدين وقفون بالتدريج. تسأل البعض يقول مينوكسيديل إذا وقفت يتساقط الشعر. غلط، أنا شفت حالات وقفوا واستخدموا بطريقة صحيحة، ما شاء الله أمورهم ممتازة جدا، وجربوا هذه الوصفة. وبالنسبة للبنات اللي يحبون يستخدمون أشياء طبيعية، بإمكانكم استخدام زيت إكليل الجبل بعد تخفيفه بأي زيت آخر مثل زيت الأرقان أو زيت الجوجوبا أو زيت الزيتون، واستخدامه بنفس الطريقة اللي ذكرتها. أيضا من الأشياء الأخرى اللي ممكن تستخدم بس غير متوفرة ومصر حماية الغذاء والدواء، قطرات اسمها لاتس. هذه سعرها يعيبها أن سعرها غالي جدا وحجمها صغير وممكن تسبب تهيج للمكان. هي مصرحة ما هي الغذاء والدواء، بس إني ما هي متوفرة إلا بأمريكا تقريبا أو عن طريق الأونلاين. حبيت أعطيكم فكرة بشكل عام. بالنسبة للشباب يقدرون يستخدمون البخاخ المينوكسيديل زي ما ذكرت لكم في فيديو سابق، راح أحط لكم إياه في البايو. نفس الطريقة يساعد في تكثيف الدقن وعلاج الفراغات. ايضا بالنسبه للدرما رولر، هذه تستخدم تزيد امتصاص المينوكسيديل، بس لازم تستخدم بطريقه صح بحيث اني ما تسبب نزيف وما تسبب يعني اثار ولا تسبب حتى مشاكل للبشر. وهناك اسباب تؤدي الى فقدان الشعر الحواجب، منها قد تكون وراثيه او قد تكون سوء في التغذيه ونقص الفيتامينات، او بعض المنتجات التجميليه مثل المشقر والبلندر باستمرار يحتوي على الالمونيا، او بعض الاحيان الثعلبه. كل هذا تؤدي إلى تلف. واليوم أعطيتكم وصف إن شاء الله تعالج هذه المشكلة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك ودعمي.